اما السؤال اللي شاغل يعني بال الجماهير وعقول الجماهير كلها، قصه المهاجم اللي كل يوم بنسمع طبعا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام المختلفه انه الاهلي بيفاوض فلان، وانه الاهلي اتفق مع فلان، وانه الصفقه تمت هنا، لا الصفقه خلصت هنا، وانه صفقات او اسماء قديمه كانت مطروحه من قديم الازل عادت مره ثانيه للظهور على الساحه. خليني اقول لحضراتكم انه الساعات الاخيره شهدت تحركات مكثفه من مسؤولين النادي الاهلي في ملف المهاجم. اسماء مش هقدر اقول لحضرتك اسماء لانه الاسماء المطروحه كتيره ومختلفه، وتعودنا هنا على شاشه الاهلي بنقول الامر واحنا متاكدين منه بنسبه 100%. موليكا اسم غير مطروح على الاطلاق. الملف بتاع جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش اتقفل ضبه ومفتاح. جوستافو سوزا طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا والتويت او التغريده اللي هو عملها وفكره انه مكمل في التعاقد بتاعه، هو قفل الباب اعتقد من وجهه نظري، دي وجهه نظر مش معلومه، من وجهه نظري مؤقته، لكن ما قفلش ملف جوستافو سوزا. وارد جدا جدا سوزا في يوم من الايام او في فتره انتقالات شتويه تلاقيه موجود في نادي الاهلي، لكن الاسم المطروح او الاسماء المطروحه على طاوله المفاوضات في اداره النادي الاهلي واداره التعاقدات ملهاش علاقه خالص لا بموليكا ولا بجوستافو سوزا. واعتقد واغلب الظن وملف المهاجم ده او ملف الانتقالات والميركاتو ده انا محتاج اتكلم فيه كتير النهارده، وهستفيد واستغل وجود كابتن عمرو الحديدي وهناقش معاه الموضوع ده، لانه الجاي كمان اصعب. الجاي اصعب، مفترض انه انا لو ببص على موسم انتقالات صيف 24 ابقى محضر ليه من النهارده. حجم المنافسه بقى في منتهى الشراسه، فكره السكاوتنج اللي غايبه، خد بالكم انه في اسماء كتيره جدا من اللي اتمنتها جماهير النادي الاهلي او اللي تفاوض معاها ادارات سابقه في النادي الاهلي جت هنا على مائده المفاوضات قبل ما تطلع اوروبا، وكانت بارقام تختلف جمله وتفصيلا عن الارقام اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. السوق اختلف وتغير، دخول الخليج والسعوديه على وجه التحديد في المنافسة على شراء نجوم أوروبا هيعلي بشكل كبير جدا من سقف أو من أسقف تعاقدات حتى لو كنا بنتكلم على القارة الأفريقية. هنا بتيجي أهمية السكاوتنج، هتكلم بالتفصيل مع حضراتكم ونشوف الأهلي محتاج إيه.